يا حليلة سعيد، قال بيجرب اليوغا، يفكرها شيء سهل وما يبالها إلا اليلسة بوضعات غريبة طول الوقت وصرخاء وتغميض العيون. صحيح اليوغا مفيدة للعضلات والليونة يا سعيد، لكن ما تقدر تسوي وضعيات معقدة من أول مرة ومن دون إحماء. اليوغا أصلها من الهند، والبعض يقول عمرها أكثر من 5000 عام، والحين هناك أكثر من 300 مليون شخص يمارسونها حول العالم. صحيح اليوغا ارتبطت بالتأمل والطاقة الداخلية والراحة النفسية، ولكن في دراسة أشار أن 79% يمارسونها لليونة العضلات والمفاصل، و 62% لرفع معدل اللياقة العامة. ومع زيادتها لمرونة الجسم، اليوغا بعد تشد الجسم وتمنع الترهل، تقوم العمود الفقري وتخفف ضغط الدم، وأكيد تزيد كفاءة عملية التنفس. المهم يا سعيد، المبتدئين ما يسوون حركات جديدة، ويكون المدرب محترف وحائز على شهادة معترف بها. دوما نقول كل التمارين الرياضية مفيدة، لكن البعض منها بحاجة للاعتدال أو الممارسة بإشراف اختصاصيين. وعساكم دوم صحة وسعادة.